اليوم أتممت مرافعتي يعني بما يقارب تقريبا 11 ساعة للمرافعات في مجموع المرافعات. يعني في الشق الأول بينت الجانب التقني والفني الذي أعتقد كان مقنعا للمحكمة، باعتبار أن الكاميرات المستعملة هي متعددة وأن الخبرة كانت فيها أجسام غريبة لم تذكرها لا الفرقة الوطنية ذكرتها الدرك الملكي. إذن كاين هناك مجموعة من المشاكل في هذه الخبرة هذه، بالإضافة لداكشي ديال المعاينة اللي تكلمت عليه. المعاينة كانت معيبة من ناحية الشكلية ومن ناحية المسطرية. من بعد تكلمت على الاعتقاد ديال التحكمي وبينت بالأدلة القاطعة أن في غياب مسطرة التلبس التي اعترف بها سي الوكيل العام المحترم لا يجب أن يكون رهن الاعتقال. من بعد تكلمت على وسائل الإثبات التي يجب أن يعتمدها القاضي أثناء النظر في الموضوع وشروط وسائل الإثبات. من بعد دخلت تناقش الحالات في علاقتها بالتجارب البشر، وأن المسطرة التحقيق في التجارب البشر هذا الأمر هذا يعني لم يتم الاهتمام به كما يجب. مسطرة التحقيق لها مواصفات ولها خصوصية تختلف على مسطرة التحقيق في أي ملف عادي، على اعتبار ان الجريمه هي جريمه تجار البشر، عندها ضحايا لهم مواصفات خاصه، اماكن الجريمه عندها مواصفات خاصه. هذا الشيء كل شيء يجب ان يسجل في محضر المعاينه، هذا الامر ما كاينش. ثم انتقلت الى مناقشه كل حاله على حده وعلاقتها بالتجار البشر من خلال الحاله الاجتماعيه والماديه والخطاب المستعمل والمفردات المتداوله، كل ذلك يختلف عن مفاهيم تجار البشر. كل حالة أعطيتها ما تستحق من اهتمام قانوني واهتمام واقعي. المهم كانت المرافعة طويلة جدا، ولربما كل ما المحكمة طلبت مني نزيد نختصر راه باقي كنكون ترافع، لأن كان 14 المصريحة، كان جرائم متعددة خاص كل جريمة تعطيها حقها يعني الكافي. إذا تنعتقد ما قدمناه من أدلة يعني كافي جدا من أجل تبرئة التوفيق بو 20.